بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثانية من المقرر تقييم الأداء. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن التخطيط للأداء. التخطيط للأداء يكون من خلال العناصر الآتية: أول حاجة، تحديد أهداف المنظمة. الأهداف العامة للمنظمة هي قبل جهود الإدارة والعاملين، وعلى ضوء الأهداف يتم صياغة أهداف إدارة الموارد البشرية وباقي الإدارات في المنظمة. وكذلك من أهداف إدارة الموارد البشرية بيتم صياغة أهداف تقييم الأداء. رقم 2، تحديد أهداف تقييم الأداء. إن أهداف تقييم الأداء تمثل مرشد للرؤساء في عملية التقييم، فإن تمثلت هذه الأهداف في اكتشاف ومنع الأخطاء قبل وقوعها ومعالجتها فور وقوعها وترشيد أداء العاملين بنصح وإرشاد وتدريب، فإنها تختلف تماما عن أهداف مؤداها تصيد أخطاء بعض العاملين ونقل أو فصل البعض الآخر وتوقيع الجزاءات عليهم أو حرمانهم من الحوافز. يبقى المفروض الهدف بتاع تقييم الأداء بيكون اكتشاف ومنع الأخطاء بهدف الإرشاد الموظفين. رقم 3، تحديد مجالات التقييم. ويقصد بذلك تحديد العناصر والمؤشرات التي تقيس درجة انضباط وفعالية سلوك الفرد، ويمكن تقسيمها إلى 3 مجالات أو عناصر. عناصر توضح طبيعة ودرجة الأداء الفني مثل حجم ونوعية الإنتاج ودرجة السرعة والدقة فيه. عناصر توضح سمات السلوك مثل المبادئ والتعاون. عناصر توضح التوقعات بشأن درجة كفاءة الأداء في المستقبل. رقم 4، تحديد معايير التقييم. معايير التقييم في 4 تقسيمات: معيار الجودة، كم الإنجاز في وقت معين، التكلفة، السلوك. تحديد الطريقة المناسبة للتقييم. هناك طرق كثيرة للتقييم، وقد لا تصلح طريقة محددة بذاتها للاستخدام في كل المنظمات. ليه؟ لأن اختيار الطريقة المناسبة هي أمر جدير بالاهتمام. يعني مش كل طريقة تقييم تنفع، يعني مثلا لما يجي أقيم الموظف الإداري غير لما أقيم الموظف الفني وهكذا. تدريب المشرفين. لابد أن يحظى هذا الموضوع بأهمية خاصة في المنظمات، إذ ينبغي تدريب الرؤساء والمشرفين على كيفية تقييم الأداء للعاملين تحتهم. مناقشة طرق التقييم مع الموظفين. شيء طبيعي أن لازم المدير يناقش كل واحد في بنود التقييم، وهو خد التقييم ده ممتاز بناء عليه وده خد متوسط بناء عليه. مناقشة نتائج التقييم مع الموظف. يتردد بعض الرؤساء في مناقشة نتائج التقييم مع الموظفين، وهذا خطأ، غير أن هذا يجب ألا يحدث، ومن حق الموظف أن يعرف نتائج التقييم وأن يعرف جوانب القوة والضعف. تحديد أهداف تطوير الأداء مستقبلا. يجب على المدير أن يناقش نتائج التقييم مع الموظف ويحدد جوانب التطوير المحتملة مسبقا من أجل رفع كفاءة أداء الموظف مستقبلا. كده تنتهي محاضرة اليوم. شكرا لحسن استماعكم.